السلام عليكم. عدد كبير اليوم من الصبايا والشباب وقت بيقدموا على وظائف بيخسروها لأسباب جدا تافهة، بيكون عندهم المقدرات العلمية والخبرة وكل ما يلزم، لكن مع الأسف بيخسروا الوظيفة اللي تقدموا عليها لأنه في حدا تاني تفوق عليهم بطريقة تقديم نفسهم خلال الانترفيو. لهالسبب رح أعطي شوية تيبس بتساعدنا أنه يكون عندنا الإمكانية للتوظف، منها الوصول دائما على الوقت، نكون عندنا فكرة شاملة على المكان والوظيفة اللي بدنا نقدم عليها، على ثقافة المكان اللي عم نقدم عليه، ننتبه على البادي لانجويج تبعنا، ما نجلس إلا وقت يدعونا للجلوس، نبتسم، نكون ريلاكس، نكون أوراقنا معنا، تكون كل المعلومات اللي ممكن نتعرض عليها مجهزين للإجابة عليها، ما ندقر أي شيء على مكتب الشخص اللي عم يعملنا الانترفيو، وقد ما سئلنا وطرح علينا أسئلة صعبة نكون ريلاكس ونجاوب عليها. هذا طريق ليفتح لنا باب لنكسب الوظيفة ونكون جاهزين لطبعا نكون أقوى من غيرنا بالحصول على هالوظيفة.